بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه وسلم. إلى إخواني في مصر في الجزائر من المسلمين، أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعود عليكم دايما بخير. وإلى كل الشرفاء والمحترمين في الدنيا كلها بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. مهما حصل من مشاكل ومهما حصل من أزمات، هتفضل مصر هتفضل الجزائر دولتين كبار وأشقاء للمسلمين. وإذا كان في فئة ضالة غلطت، فده مش معناه أبدا إن إحنا نعاقب شعب كامل. وأنا من كنت شايف إن إحنا مثلا في جزء مننا تهان وفي جزء مننا حصل فيه غلط، لكن ده مش معناه أبدا إن إحنا نعاقب شعب بأكمله عن القضية دي. واللي أنا عايز أقوله بس إنه انا فعلا بهني الجزائريين المسلمين من قلبي، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بقول لهم ما تزعلوش، ده القدر اللي يعني ان كره القدم تاخد البعد السياسي البشع ده، لكن في الاخر انتوا ناس كويسين ومحترمين. صدقوني مصر بتحبكم، ومصر فيها ناس محترمين وبتحبكم وبتقدركم. وانا النهارده جاي ايميل من شخص محترم جدا بيشتغل في جامعه وهران، دكتور عمر بن بختي، وانا مش مكسوف ان اقول اسمه، إنه إنسان محترم، وهو فعلا كان زعلان جدا عن اللي حصل ده، وزعلان من الجزائر وزعلان من مصر زي بالظبط. أنا زعلان من مصر وزعلان من الجزائر. أنا ما أحبش أبدا إن أنا علاقتي بالناس المحترمة تقطع، وإن كان في فئة غلطت الفئة دي تتحمل تبعاتها وتتحمل أفعالها. لكن أنا بطلبه إنه زي ما إحنا فينا ناس بترفض إن شعب الجزائر المحترم العظيم يتهان، عايز برضه ناس من الجزائر تطلع ترفض الكلام ده. يا ريت يا جماعه على الاقل نعلن موقفنا ان احنا بنرفض اي شكل من اشكال العنف والارهاب. احنا مسلمين وهنبقى ايام مفترضه، وبكره وقفه عرفات، وبدعو الله سبحانه وتعالى فعلا ان يدين المحبه والايمان علينا وعلى الشعوب المسلمه كلها. ودي تهنئه خاصه من مصر لشعب الجزائر كله، واي انسان جزائري يشوف الرساله دي اتمنى ان هو يتمنى يعني يعرف ان انا بحبه في الله من غير ما اشوفه ويعرفه، وانه في النهايه هو اخ للاخ ليه. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بخير. وارجو ان انتم ما تزعلوش من مصر، لان مصر فيها ناس محترمة جدا وناس بتحبكم جدا وناس بتقدركم جدا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.